عاد إلى البلاد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بعد أن شارك في القمة العربية في دورتها العادية 30 مترأسا وفدها إلى القمة التي انتهت أعمالها أمس الأحد. هذا وكان فخامة رئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة استقبل صباح اليوم بقصر الرئاسة في تونس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وقد قام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بنقل تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم لفخامته بمفور الصحة والعافية وعن تهانيهم بنجاح أعمال القمة العربية في ظل إدارته لأعمالها بحكمة وتبصر. كما عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة من جانبه عن بالغ شكره وتقديري لفخامة الرئيس وحكومة وشعب تونس على كرم الضيافة وحسن الوفادة وما هيأته تونس للقمة من سبل النجاح من حيث الإعداد والتنظيم. وقد جرى خلال اللقاء استعراض لمسار العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة مع التأكيد على العمل على تعزيزها وتقويتها في مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. كما تم التأكيد على أهمية وضرورة العمل على تنفيذ ما خرجت به القمة من قرارات وما جاء في إعلان تونس تعزيزا وترسيخا للعمل العربي المشترك وإعادة التضامن بما يخدم المصالح العربية المشتركة والقضايا العربية العادلة ويحفظ أمن واستقرار الأمة العربية في وجه ما يهددها من تحديات وأخطار. حضر اللقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية والسيد يوسف محمد محمود مستشار مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وسفير مملكة البحرين لدى تونس إبراهيم محمود أحمد. وقد غادر سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة تونس وكان في وداع سموه معالي حبيب الصيد رئيس الحكومة السابق وزير مستشار خاص لدى فخامة رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة التونسية وسفير مملكة البحرين في تونس وأعضاء الوفد لأعمال القمة وأعضاء السفارة. كما غادر بمعية سموه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية.